مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن الوقت الآن قد اختلف عن ما سبق، فكان فيما سبق كان أهل البلد لا يدرون عن أحوال البلد الآخر وما يجري فيه، ولا يصل إليهم إلا أخبار بلدهم وأخبار محيطهم ومن حولهم في المكان القريب. أما الآن اختلطت الدنيا، تقاربت البلاد، وصار العالم كما يقولون كأنه قرية واحدة، ما يجري في أقصاه يصل إلى أقصاه. عظمت المسؤولية الآن نحو الأولاد، فوجهوهم واحموهم من الأفكار السيئة، احموهم من الذهاب إلى الاستراحات وإلى الرحلات إلى هنا وهناك، احفظوهم، لا تولوهم غيركم ولا تأمنوا عليهم غيركم إلا من عرفتم فيه الصدق والأمانة والإخلاص، وإلا فحافظوا عليهم وتابعوهم حتى في مضاجعهم. لأن الأولاد وإن كانوا عندك إلا أن قلوبهم وأفكارهم بعيدا عنك، تتابع ما ينشر في التويترات وفي ما يسمونه بالتواصل الإعلامي، بالتواصل الاجتماعي في هذه الآليات الدقيقة، فهم جسمهم عندك وقلوبهم وأفكارهم تسرح وتمرح في خارج بيتك مع أصحاب هذه الأفكار. فأبعد عنهم وسائل الشر، واحرص على تنقية بيتك من هذه الوسائل المدمرة، وأبعدها عنهم. لا تقل إني لا أقدر عليهم، تقدر عليهم لأنهم تحت مسؤوليتك، ولو عرفوا منك الحزم والجد لتأدبوا معك.